أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. ووصفة الحلو اليوم من أخف وأطيب وألذ الوصفات، وما بتأخذ منا أبدا أي مجهود ولا أي شغل. حنعمل عيدان القرفة، نشوف سوا الطريقة. عيدان البقلاوة بالقرفة: 1 باكت عجينة البقلاوة أو الكولاج، ربع كوب قرفة، نصف كوب زبدة مذابة، خليط اللصق، 1 ملعقة كبيرة دقيق، 2 ملعقة كبيرة ماء. للقلي زيت ذرة، للتقديم شيرة، وللتزيين قرفة وسمسم وهيل مطحون. أعزائي المشاهدين، الوصفة اللي حنعملها خفيفة سريعة. بكت الجلاش حعملنا كمية كبيرة، وصفة غريبة شوي ويمكن أول مرة بتشوفوها. حبيت أعملكم طبق خفيف. نوال، إحنا سميناه عيدان القرفة، عبارة عن عيدان من القرفة. تمام. طعم جديد، ما فيهاش حشوة على فكرة. حلو. خدتي بالك؟ مجرد جلاش. إحنا بنحط عادة عجينة الجلاش معها مكسرات أو معها قشطة، وكتير يعني كان عندنا وصفات يعني. اليوم لا، جلاش وقرفة. حلو، كتير حلو الفكرة، وبسيطة وشديدة وخفيفة على فكرة. ما بتحسي انك في رمضان هيك اتقلتي من أكلة. أعزائي المشاهدين، زي ما ذكرنا مكونات عنا كتير بسيطة. عندي هون شوية زبدة، حوالي نص كوب من الزبدة. من فضلك نوال انت هتسيحي لنا الزبدة، اعطيكي بس سباتولا صغيرة. اوكي، وحطي لنا اياها هيك في ال... اولع لك النار. اوكي أعزائي المشاهدين، احنا حنستعمل الزبدة، خلي نوال تسيح لنا اياها، وممكن اذا حبيتوا تستعملوا الزيت حسب انتوا ايش حابين. ممكن تخلطوا الزبدة مع الزيت، ممكن تستعملوا السمنة، في ناس ما زالوا يعني بفضلوا طعم السمنة. ما فينا نفرض يعني او نغير، احنا بس نقترح. بعض الوصفات ضروري سمنة فبنقول، ولكن بعض الوصفات فيكم تستبدلوها طبعا بالنوع تاني من الدهون الخفيفة. ممكن نستعمل زيت الكانولا، ممكن نستعمل زيت دوار الشمس، على فكرة كتير خفيف. يبقى نوال خلي بالك، أنا بديها بس تسيح، ما في داعي تكون سخنة كتير أو تغلي. طيب. ونبتدي أعزائي المشاهدين نجهز بقية خطواتنا. هحتاج طبق، ممكن ناخد طبق واسع. زي ما تعودنا دائما نجهز كل المستلزمات اللي بدنا إياها عشان فعلا لما نيجي نشتغل نكون مرتاحين في الشغل. هاخد حوالي ملعقة من الطحين، ما عندي عيار. شو الأخبار يا جميل؟ كل شيء تمام، دابت خلاص، حياته أمس خلاص، نت في النار يا روحي. فيك تجيبي لي هذه بتاعت السخن وتحطيها عليها، تخليها أوكي. جنبي قريبة، يسلموا. وححتاج ماي بليز نوال. خليط اللصق أعزائي المشاهدين ملوش أساس يعني أو ملوش عيار، بنعمل دائما هيك بالتقريب، بحط شوية طحين وعليهم شوية مي. تفضل. ما تغير بحالك في عيار نوال في هذا، مجرد تمام يعني بدي عجينة سائلة تبقى شوي. تمام. ساعات بنحط 1 ملعقة من الطحين على 2 ملعقة من المي، حسب ما بدكم. إذا عندكم بياض بيض فائض ما عم تستعملوا مثلا، ضل عندك بالتلاجة يعني، يا طحين يا بيض، يا فينا نستفيد من بياض البيض برضو، في هيك للسمبوسك البقلاوة والأشياء هذه بقدر أستعمل هيك أشياء. تمام. يبقى أعزائي المشاهدين جهزنا كل هالمكونات اللي حنحتاجها، وشكرا حبيبتي. ونبتدي نجهز العجينة. نوال من فضلك، عايز المات الموجودة عندنا أعتقد تحت، شوفي ليها تحت من فضلك، تبقى عندي جاهزة. باخد راقة من عجينة الجلاش ولازم أغطيها على طول، فاسمحي لي نوال بس أنا أرفعها هيك وطلع الجزء هذا. أوكي. ونرجع نغطي على طول لأنها بسرعة بتنشف أسرع ما تتخيلوا يعني. جهزت أنا طبق وإنتي مشغولة. هذا حتلفي فيه وحتحطي فيه عشان لازم زي ما اتفقنا كل أغراضنا تبقى جاهزة. أكيد. باخد هلأ راقة من العجينة، أمسحها بطبقة خفيفة من الزبدة أو أي نوع من الدهن إحنا حابينه. راقة خفيفة خالص عشان تسهل لي الشغل. وهذه هلا حتحطي فيها ال لا هاي الطبق قصدك؟ لا هذا بس ل هاي اول طبق اخر شيء. حاخذ رقه ثانيه حشرح لكم انا هلا فكرتنا، وممكن انتم ليكم كمان ابتكار تقدروا تعملوا بالطريقه اللي انتم بتريحكم. يمكن انا اعطيكم فكره برضه. نقفل يا نوال الغطا.
ما نتأخر. طيب حطينا الرقتين من العجينة بالشكل هذا. ممكن أستعمل مقص أو ممكن أستعمل سكين أو الكتر تاعت البيتزا حسب اللي موجود عندكم. هلأ أنا بدي أعمل عيدان من القرفة، بدي أحدد إيش الحجم اللي بدي إياه، بديها طويلة كتير، بديها زغنطوطة كتير، بديها رفيعة، بديها سميكة، حسب طبعًا. ما أنتوا بدكم. هذه الوصفة كتير مرنة، ممكن أتحكم أنا بالحجم بالطول بالسماكة. شوفي أكم شيء عندي بقدر أشكل فيه، الحجم تبقى سميكة رفيعة طويلة قصيرة، يعني كل هذا بقدر أنا أتحكم فيه طبعًا. هلأ رشيت رشة خفيفة من الزبدة وحرش رشة خفيفة من القرفة أو الدارسين زي ما إحنا ساعات بنسميه. ببتدي هلأ، إذا أنا عايزاهم رفع بقص العجينة لثلاث ثلاث قطع. عايزاهم سماك بالنص، لا بالنص حتبقى تعطيني أطول. طيب يعني بقدر أتحكم، ممكن أخليهم رفع هالقدي نوال. هيك كل واحدة بالشكل هذا، وحتلفيها هيك؟ لا حنلفها هيك، حتلفوها هيك. أوكي يا فبتبقى رفيعة. بالشكل هذا حلو. ممكن بدي اياها عريضة أقصها نصين تبقى زي القلم طويلة رفيعة. تمام حسب ما انتو بتحبوا يعني. طريقة اللف والسماكة ممكن ألفها مرة واثنين وثلاثة ورا بعض أسمكها طبعا، ممكن في ناس يحبوا أسمكة بس مش كتير يعني، بس عشان تبقى مقرمشة لذيذة. فإحنا اليوم بصي نوال أنا حابة نعملها بالعرض، ممكن نحشيها شيء؟ لا لا هاي ما هاي الوصفة بالذات احنا بدنا اياها خفيفة بس بطعم القرفة. يعني في وصفات تانية لو بدك تحشي زي ما اقترحنا قبل شوي، يعني فينا كتير عندنا ممكن. وصفات لما يعني فيها حشوات قشطة يعني زي زبيب مكسرات، لا في بنفع بس هاي الوصفة لا، احنا عايزين نعمل اشي مختلف اشي اصابع او عيدان القرفة السريعة. هلا انا حقص هاي نوال، اوكي ما حكمل لف حلو عشان لو ضليتك تلف اكتر زي ما قلنا هتبقى اسمك. فعلى حسب انتو رغبتكم انتو ايش حابين، هخلي هالخليط هذا جنبي وابتدي الف واحدة تانية. هلا يبقى الاصابع عنا او العيدان جاهزة نوال. ببتدي باخد شوي من خليط اللصق زي ما قلنا هيك، بس مسحة خفيفة واقفلها عشان ما يفتح معي تمام أثناء ما إحنا بنقلي. تمام يبقى أعزائي المشاهدين بنجهز كمية وفيرة من هالعيدان ونشوف بعد هيك خطوتنا التالية. أعزائي المشاهدين بالنسبة لطريقة قلي العيدان، القلي في الزيت غزير بس ثواني بس يدوبك نحط ونشيل لأنه كتير رقاق زي ما حضراتكم شفتوا وما بيخدوا أبدا أي وقت، وعجنتي كلاج أصلا تبقى خفيفة آخر. فنحاول على طول يفضل يكون في شخصين بيشتغلوا عشان واحد أسرع. يشتغل واحد يحط في القطر يعني. فنوال من فضلك إحنا حنأخد اثنين مغرفي أو ممكن تأخذ أنت هاي وأنا أخذ هذه للاتر وأبتدي أحط قطعة أو عيدان القرفة بالشكل هذا. طبعا إذا عاملين كمية ممكن ينشفوا خلوا بالكم، فدائما نخلي اللي حتى بنعملهم ملفوفين بقطعة من طبعا فوطة أو فوطة المطبخ. لاحظي كيف كتير فكرة رائعة، كتير حلوة جدا وخفيفة بتحسيها للأكل خفيفة وللأكل سريعة سريعة يعني بتلاقي يمكن الطبق هذا بفكرني بلف ورق العنب تقعدي تلفي 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 وبتاكل بسرعة وبتاكل بسرعة. هاي يمكن عندنا اليوم نفس الموضوع يعني من الأطباق اللي السريعة السريعة. نبتدي شوي شوي هيك لغاية ما تأخذ لون ذهبي خفيف، يفضل لعنا زيت غزير. خلوا بالكم بسرعة فجأة بتلاقوها احمرت، شايفة ابتدت تاخد التحمير اللطيف هذا. بنجهز طبق في شيرة. نوال جاهز عندك طبق شيرة؟ في عندك طبق تاني تشيلي فيه؟ طبق عادي مش دار، مش هنعمل هلأ طبق التقديم بس بأي طبق تاني عشان تشيلي هالعيدان. بنلاحظ عيدان
يعني فكرة كتير كتير جذابة ولطيفة، شو رأيك؟ وخفيفة، خفيفة وبعدين هيك مختلفة. يعني مهما كنتوا عاملين حلويات على السفرة هتلاقوا الكل حيحب ياخد هالعيدان الخفيفة. غطسيهم هلأ، بس إيش تكوني حريصة عشان ما يتكسروا معاك يا نوال. غطس ونرفع خالص لفوق عشان يتساقط الشيرة خالص. ارفعي إيدك، أيوة. ريحتهم كتير بتجنن، شفتي؟ بس مجرد قرفة. انتبه، احنا ما عملنا اعزائي المشاهدين هالعيدان مش محشية اي شيء، بس احنا هيك فكرنا بالاستفادة من طعم عجينة الجلاج نفسها، وقلنا بدنا نعملكم طبق جديد هيك مختلف لشهر رمضان. ان شاء الله هالحلو يكون عجبكم، ودائما بنحاول نقدم لكم اشياء جديدة وخفيفة ولذيذة في نفس الوقت. على مهلك ارفعهم كليتهم مع بعض، اي تصفوا خالص من الشيرة هيك شوي شوي. اعزائي المشاهدين، العيدان اصبحت عندي جاهزة، نشوف سوا طريقة التقديم. نوال، عندنا العيدان القرفة جاهزة، حنحط عليها قليل من حبات السمسم، هيلزق طبعا هو على القطر. شو رأيك بهال؟ واو، شكله بيجنن. كتير حلو منظره. مش خرجي نتاكل. أيوة، رشية خفيفة من القرفة برضو بتعطينا طعم لطيف، وحرش رشية خفيفة من الهيل. حلو. الهيل مع طعم القرفة طبعا بيندمجوا مع بعض. والطبق أعزائي المشاهدين عندي جاهز، إن شاء الله يكون عجبكم. مسحنا رقات الجلاج بطبقة خفيفة من الزبدة، وزعنا عليها القرفة، لفناها إلى عيدان رقيقة، ألينا عيدان القرفة وحطيناها في الشيرة وزيناها بالسمسم والهيل والقرفة. عيدان البقلاوة بالقرفة. 1 باكت عجينة البقلاوة أو الكولاج، ربع كوب قرفة، نصف كوب زبدة مذابة، خليط اللصق، 1 ملعقة كبيرة دقيق، 2 ملعقة كبيرة ماء. للقلي زيت ذرة، للتقديم شيرة، وللتزيين قرفة وسمسم وهيل مطحون.